أكبر. Maşallah subhanallah kardeşime. السلام عليكم، شو الاخبار؟ ان شاء الله بخير. كلكم عم تسالوا يا جماعه ليش لحد الان صرنا 22 يوم ما نشرنا ولا فيديو ولا في ظهور لنا؟ السبب كلكم تعرفوا الزلزال اللي ضرب تركيا، واساس الزلزال هو المنطقه اللي انا عايش فيها واللي هي كهرمان مرعي. الحمد لله طلعنا من الزلزال بخير، بس بيوتنا مو تدمرت، تقريبا دمرت للهد هي، بس انه الحمد لله طلعنا عايشين منها الحمد لله. سبب غيابنا انه نحن كنا عم ندور مكان نقعد فيه، يعني وضع البيوت. اول شيء ضلينا يومين بالسيارات، وبعدها صرنا ندور بتركيا. تركيا كلها ما ضل فيها بيت للايجار، كل تركيا ما ضل فيها بيت للايجار. وبالاخير بعد انه ضلينا 20 يوم كل يوم بيت كل يوم بيت كل يوم بيت، رجعنا بالاخير على مدينتنا لان لقينا بيت فيها. جينا قعدنا في بيت هلا حاليا، وبنصوركم بيتنا كيف صار. جايتنا هذا هو الطابع، شوف المكيف، مكان المكيف. هاي بيتنا. الطابع تحتنا. شوف الحي. وين؟ الحمد لله ما وقع فينا يعني. خرج كله. كيف تضل واقف البناية؟ الله أكبر. ثلاث شهور، ثلاث سنوات. ترى على فكرة فوتتنا ممنوعة وخطر يعني، بس ممنوع تعال. هون كله مفسخ. تعال فوت على غرفة حسون أول شيء. تعال. هون. محل ما بنصور حسونة هون. ايش محل هون صار في هذا؟ صار كله ناس. صار ما صح اندومي كذا عم تاكلوا. شوف يا جماعه، صح اندومي انكسر. كنا عم ناكل اندومي. شو صار؟ خليني احكي لكم يا جماعه الاحداث. تمام، كنت قاعد هيك عم العب ماين كرافت الساعه 4 وربع الصبح، عم بفتح الاندومي وارش يا جماعه البيت بلش. يعني انا يا جماعه كنت قاعد هيك ماشي الا البي سي صاير يروح فيني هيك وهيك. يعني ما في داعي احكي لكم شو صار يا جماعه. شوفوا طبعا البي سيات شلناها، انكسرت الشاشه. تبي تحسوني شاشته انكسرت؟ البي سي ما جربنا لسه شغال ولا لا، بس اكيد شغال ان شاء الله. شو بس الشاشه حسوني في اثار اندومي هون. ليك اللوجو صامت. ها هو كل شيء انكسر الا الشعار. غير الشعار دمرت معه، الشعار صامت. هاي الصالون في شاشه انكسرت الحمد لله، في شاشه انكسرت هون شلناها، بس شلناها لو عفينا صح. ليش ما عفناها؟ شوف الجسر هاد القائم البيت عليه، هذا العمود. هاي البنايه يعني لو ضلها خمس ثواني الزلزال بتوقع انه كان نزل البنايه على عمود البيت مفتوح. الحمد لله رب العالمين انه طلعنا صاير، طلعوا اهلي صار يعني. تفرج شوف هون منيح ما انضرب الكهرباء وصار حي. منيح نضرب الكهرباء اول شيء. اوه الزرع، طلع الزرع. انا ما كنت شايفه الزرع. طلع الصورة تقطع. ما البنايه وقفت على رحمه الله وقفت. اي والله. شوف المطبخ كيف منكوتنا، كنت مكسر البلور. شوفوا انتبهوا. شوف هنيك الحيط هنيك. هذاك شو بينزل ها؟ طلع هون وراك شغله. يلا. صور وراك. شوفوا
شوف تحت تحت زين لتحت تحت 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 فلور شوف هون يا الله هون كمان البلور هون خلي هون كمان طاطف شوف هالغرفة كلها هون كان اخوي قاعد هون وقلب قلب الخزن بس طلع من الغرفة قبل بثواني هو ابنه وقلب الخزن شوف الحيط هون يا ربي دخيلك والله غرفة هلا شوف الحيط انا يا جماعة طبعا اخوي وجوجته هم كانوا نايمين هون والخزانة هي كلها نزلت هون سبحان الله يا جماعة كيف طلعوا عايشين ما بالك طبعا البناء كله للهد طالع اغراضهم يمدوا نزل ابن حتى ممنوع ندخل عليه ممنوع نطالع اغراضنا بس نحن عم ندخل يعني ما نخسر كل اغراض البيت خلينا نروح نشوف الدمار اللي صاير في المدينة طلع ديك بنية لسه ما شايلها لسه تبت شطحة هون يا جماعة من اول صف لاخر كله كان بنايات مزدحمة ليك هذا شارع المتحة كله بعد لعن تطلي بارك وبعد كله على الارض كله حتى بدون اشارات يا جماعة هون المنطقة الفاضية كلها هي كلها كانت ابنية كلها صف اربع صف صفوف ابنية ورا بعض كلها من شارع من راحة هون كلها الله تظل اغنية هيك الباب مفتوح باب البيت طب هون مطفين وشايلين يعني احنا جينا هلا عم نصور بعد 22 يوم طلعوا هون الحادثة هلا عم يطالعوا ليك عم يطالعوا من تحت هلا هاي هاي البلدية البيضة يا لطيف يا لطيف هون يا جماعة حارة صهرنا هون طلع من أنقاض بعد 6 أيام حارة صهرنا هون هون هاي بنية صرنا بالضبط هون شوفك يعني هون كان صرنا على الان تحت البنية بنية سب من طوابق بعد 6 ايام طلع عايش طالع من تحت الانقاض هم كله عايش بس توفى 6 من عيلته الله يرحمهم يا رب يا شباب هاي شارع البلدية يا شباب هاي دراك ارشليك هاي شارع البلدية هذا المبنى شوف منه نازله ايه هذا فندق هذا محل ذهب كمان فندق محل ذهب طر هاي الارسي وكيكي هون رايح يا لطيف اختلف وهم هذا بقول له شارع الماركات انه كله شارع فخم وحلو شارع الدمار هون ابنية طلع هيك هاي بنية كلها شايلينا وجو الناس كيف عايشة الناس عايشة انها توقف على الدور تاخذ معونات لا في محلات ولا في شيء يعني بدك تشتري اكل ما في محل تشتري منه كلها بتستنى على المساعدات لحد هون في اربع خمس ابنية كلها جنب بعض اذا ما ضل منها غير تراب اكثر ما في ثلاث ابنية فيها جنب بعض هاي هاي فنديو ولا مطعم شوي نصور لنصور شنو نصور بس المدينة تدمر المواد تدمر للهد ناس صارت بالخيام هلا هون يا جماعة وصلنا نهاية الفيديو مثل ما شفتوا والله هذا اللي صار يعني ما بتمناه لحدا
ودائما يا جماعة الخير احمدوا ربكم على النعمة اللي انتم فيها. اي حدا عنده بيت، عنده مأوى، عنده لو كان سيارة، لو ما كان عنده شيء، دائما يا جماعة يحمد ربه. يعني احنا يا جماعة الخير من اقل من 60 ثانية ما ضل شيء، ما ضل لا بيت. فدائما يا جماعة الانسان لازم يحمد ربه. الحمد لله على كل حال. 60 ثانية سبحان الله، هي بالضبط 65 ثانية كانت كفيلة انه تقتل 45,000. الحمد لله بنحسبهم عند الله شهداء. أكثر من 24 مليون شخص بين تركيا وسوريا صاروا مشردين يعني بدون بيت. حبينا ننزل هذا الفيديو عشان تعرفوا وين كنا غايبين، وكنا ما رح ننزل على اليوتيوب يعني إنه بسبب الشيء شفناه، بس الناس كثير أصرت إنه يحسون من أنت، ونقرأ التعليقات نحن حسوني طمنا عنك، حسوني وينك، وين أنت، ما في أي خبر لا عنك ولا عن أهلك. طبعا اكيد كنا بوضع ما بسمحنا ننزل اليوتيوب، وان شاء الله يا جماعه رح نحاول نرجع على اليوتيوب باقرب وقت. الوضع عم يتحسن كل ماله، يعني تقريبا حوالي اسبوع ورح يرجع كل شيء طبيعي باذن الله. ودعوا لنا بالخير يا جماعه، الله يسعدكم، وشكرا لكل شخص اطمن علي لو حتى برساله او بتعليق او باي شيء. الله يسعدكم كلكم جميعا يا جماعه. ومعلش يا جماعه الخير ما عم نعرف نحكي كثير، بس لانه لهلا ما طلعنا بالصدمه اللي احنا فيها، وبس ما بطول عليكم اكثر من هيك. الله يسعدكم جميعا يا جماعه، دائما يا جماعه الخير احمدوا ربكم على اي شيء، وبس نشوفكم فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.